يسأل أخونا فيقول: كيف يرقي الإنسان نفسه وأهله؟ يرقي نفسه، يعني يرقي نفسه ويرقي أهله وغيره بأن يقرأ على نفسه أو على غيره من كتاب الله عز وجل. اقرأ الفاتحة، لأن الفاتحة هي أعظم أنواع الرقية، كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية. فيقرأ الفاتحة على نفسه أو على غيره من المرضى، ويقرأ كذلك المعوذتين: الأعوذ برب الفلق والأعوذ برب الناس، ويقرأ ما تيسر من القرآن أيضا مع هذه السور، وكذلك الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله يرقيك، بكل داء يزيد، شر كل نفس وعين حاسد، أسأل الله يشفيك، بسم الله اشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، كلنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، شفاء من شفائك، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتعويذات أيضا: أعيذك بكلمات الله التامات، أو أعوذ بكلمات الله التامات، من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، جزاكم الله خيرا. لو أراد الإنسان أن يعود إلى هذه الأدعية فضيلة الشيخ صالح ليحفظها، أين يجدها لو ذكرت؟ يجد هذه كتب الأذكار، مثل كتاب الأذكار للإمام النووي، أنه حافل بهذه الأذكار والأوراد الشرعية، كذلك الرياض الطيب للإمام ابن القيم، كذلك الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، كل هذه الكتب تعنى بذكر الأذكار والرقى، التي وكذلك زاد المعاد لابن القيم الطب النبوي.